الأندلس حتى لا ننسى. ملامح من التاريخ المشترك بين المغرب والأندلس مع الدكتور محمد بن عبود. تنسيق فاطمة حسن. تسجيل وتوضيب محمد الغربي. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأندلس حتى لا ننسى، ملامح من التاريخ المشترك بين المغرب والأندلس. سأتكلم في هذه الحلقة عن عبد الله بن بلقين الزيري، حاكم دولة غرناطة الطائفية في القرن الخامس الهجري. لماذا اخترت هذا المؤلف؟ لأنه من أصل أمازيغي مغربي، جده هو مؤسس دولة بني زيري الطائفية في غرناطة. ولكن الذي يميز هذا الكاتب هو أنه في ظرف جيل أو جيلين أتقن اللغة العربية إلى درجة أنه ألف كتابا بأسلوب محترم جدا وفريد. هذا الكتاب فريد. لماذا؟ عبد الله بن بلقين حكم دولة غرناطة الطائفية، ولكن استسلم للجيش المرابطي عندما قرر يوسف بن تشفين أن يحتل الأندلس، فبدأ بدولة غرناطة ثم إشبيلية ودول طائفية أخرى. هذا الكتاب حققه ليفي بروفنسال، إيفاريست ليفي بروفنسال المستشرق الفرنسي، وطبعه في القاهرة سنة 50، ولكن الدكتور أمين توفيق الطيبي ترجمه إلى الإنجليزية وقدمه في جامعة أكسفورد كأطروحة لنيل الدكتورة، ثم طبعه عند الناشر الهولندي المشهور بريل. والطيبي طبعه أيضا عند دار عكاظ بالرباط باللغة العربية، فهو موجود في المكتبات المغربية. الأمر يتعلق بسيرة ذاتية لمالك دولة غرناطة الطائفية، لا نجد مثل هذا التأليف عند غيره، فهو مالك ومؤلف في نفس الوقت. وهو ما يميز هذا الكتاب أنه شهيد عيان لحوادث تاريخية كبرى شارك فيها، كمعركة زلاقة مثلا. كان يعني يصف لنا معركة الزلاقة في صفحة ونس، وكان من بين المشاركين فيها بجانب يوسف بن تشفين والمعتمد بن عباد وتميم بن بلقين والأخ دياله حاكم دمالقة. إذن قدم لنا شهادة احتلال الجيش المرابط أيضا لدولة غرناطة الطائفية عندما قرر أن يسلم غرناطة للضابط المرابطي. وهناك نصوص طريفة في هذا الكتاب، لأنه يجمع بين كتاب تاريخي وفي عناصر للسيرة الذاتية، فهو يحلل الأسباب التي دفعته إلى الاستسلام للجيش المرابطي. يقول بأنه سلم دولته الطائفية ونفسه للجيش المرابطي لأن جيشه تمرد عليه، ويعطينا السبب هو أن القائد المرابطي وعد الجنود بأجر أحسن من الأجر التي كان يعطيها لهم عبد الله بن بلقين. ثم يقول بأن الرعية يعني العامة انضمت إلى المرابطين، ويعطينا سببا آخر وهو أن المرابطين وعدوا العامة بإلغاء بعض الضرائب غير الضرائب الشرعية الإسلامية التي كانت تفرض عليهم في دولة غرناطة الطائفية. والمرابطون اعتبروا أن الزكاة والعشر هي الضرائب الجائزة دون غيرها، وعبد الله بن بلقين كان مضطر لفرض هذه الضرائب لأنه كان يؤدي جيزية يعني ضرائب ثقيلة لألفونسو السادس كل سنة حتى لا يحتل دولة غرناطة الطائفية.
يعني الجيش القشالي كان يحاصر غرناطة وتنطلق المفاوضات، فكان يؤدي ضريبات قدرها 10,000 مثقال سنويا، وارتفعت إلى 30,000 مثقال سنويا. ثم العبيد في بلاطه انضموا إلى المرابطين لأنهم وعدهم بالحرية، أما التجار والصناع فانضموا إلى المرابطين لأنهم ضمنوا لهما الاستقرار. إذن عبد الله بن ملقين رأى أن جميع الشرائح الاجتماعية والمؤسساتية تفككت ويعني أخذت موقفا ضده. عبد الله بن ملقين لا يعطينا التواريخ في هذا الكتاب، ولكنه يروي أحداث كبرى معروفة ومضبوطة من خلال مصادر أخرى. هذه الحالة طريفة لأن الأمر يتعلق بأمازيغي من أصل مغربي استقر جده في الأندلس كأحد الضباط الجيوش المنصور بن أبي عامر، ثم أسس دولة غرناطة الطائفية، فوجد عبد الله حاكما عليها بعد قتل أبيه بلقين الزيري. هذا هو مصدر طريف من المصادر الأندلسية بقلم مغربي أمازيغي، وهو من أهم المصادر للتاريخ الأندلسي في القرن الخامس الهجري. هنا انتهت هذه الحلقة، موعدنا مع حلقة جديدة إن شاء الله. الأندلس حتى لا ننسى، ملامح من التاريخ المشترك بين المغرب والأندلس، مع الدكتور محمد بن عبود، تنسيق فاطمة حسن، تسجيل وتوضيب محمد الغربي.